تنضم إلينا مراسلة العربي جويس الحاج خوري من إبلس سقي جنوب لبنان، وأيضا من الجليل الأعلى مراسلة العربي كريستين ريناوي. أهلا بكما. أبدأ معك جويس بآخر التطورات بعد البيانات الثلاثة لحزب الله عن استهداف مواقع إسرائيلية والرد الإسرائيلي على هذه الهجمات من قبل حزب الله. ريما، بإضافة إلى هذا البيانات الثلاثة، منذ 10 دقائق بدأت تتوالى بيانات إضافية من جانب حزب الله ليرتفع عدد العمليات حتى هذه الساعة التي نفذها حزب الله باتجاه مواقع إسرائيلية إلى 7 عمليات. تم استهداف تلة الكوبرا مرتين اليوم، إضافة إلى ما يقوم به حزب الله بشكل يومي، وهو استهداف المواقع العسكرية والثكنات ومراكز التجسس في مزارع شبعة المحتلة ومرتفعات كفر شوبة المحتلة، تأكيدا على أن هذا الملف، ملف الأراضي المحتلة من الجانب الإسرائيلي وهي أراضي لبنانية، تبقى في صدارة المواجهة بين حزب الله وبين الجانب الإسرائيلي. كذلك استخدم حزب الله اليوم في أكثر من عملية صواريخ بركان، واستهدف أيضا مواقع مثل ثكنة رميم وتلة الكبرى كما ذكرنا، موقع رويسات العلم وثكنة زبدين وغيرها من المواقع، لترتفع حتى هذه الساعة كما ذكرت عمليات حزب الله إلى 7 عمليات. في المقابل أيضا وقبل قليل أعاد الجانب الإسرائيلي والمقاتلات الإسرائيلية عادت لتحلق في سماء قرى وبلدات جنوب لبنان، واستهداف لمنطقة الظهيرة، كذلك كان هناك استهداف لبليدة اليوم، لعيت الشعب وغيرها من البلدات، إضافة إلى القصف المدفعي. وبالتالي الهدوء الحذر أو تراجع حدة المواجهة الذي شهدته ساعات الصباح وساعات قبل الظهر اختلف عما هو الأمر عليه في هذا الأثناء وفي الساعات القليلة الماضية. وبالتزامن مع هذه العمليات كان هناك كما ذكرنا وكما شاهدنا على الشاشة ريما توزيع لهذه اللقطات لاستهداف كريات شمونة، في رسالة من حزب الله للجانب الإسرائيلي بأنه قادر على تحقيق أهداف معينة كما يفعل الجانب الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك أذكر بأن أيضا لبنان الشعبي والرسمي، نعم،